ابو كان مع 6 لاعبين. الكرة تعود لبلاطة، الامور عرضية ممتازة خطيرة، جول 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 بالمقاصة العرضية الماضية. ورائد الدحلي، رائد الدحلي يسجل مع بلاطة بصورة ممتازة للغاية. اللاعب المتميز رائد الدحلي القادم من البيرة يضرب بالراس، وبالتالي جول، أول أهداف المباراة لفريق مركز شباب بلاطة. حلوة حلوة حلوة، عنصر الخبرة عن طريق اللاعب إسماعيل العمور، 37 عام لإسماعيل العمور، ثم الراسية عن طريق اللاعب رائد الدحلي، وبالتالي جول. حلو كثير العرضية الماضية ثم الراسية، يا عين عليك الراسية. شوف التوجيه عن طريق رائد الدحلي، التمركز بالأول أيضا كان جميل، التحرك ثم التمركز ثم التوجيه بالراس هناك في الزاوية البعيدة، وبالتالي جول ملعوب، جول مرسوم، جول يحتفل معه بعض الأنصار من جمهور مركز شباب بلاطة، من جمهور مركز شباب بلاطة الذي عمر خالد على بعد حوالي 28 يارد. عمر صندوقه، جول 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 جول، يصدق على أداءه الكبير في الجولات الماضية عمر، نعم يصدق على أداءه الكبير عمر صندوقه. هي أيامه هي أيامه، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، هيك المثل بيقول. وعمر صندوقه عماله يعني بيغتنم بهذه الرياح التي هبت لابن العائلة الرياضية. عمر صندوقه، عمر صندوقه يكتب له عمرا جديدا في الملاعب الفلسطينية، وكأنما ولد من جديد هذا اللاعب، لاعب الظهرية البيري أيضا قبل ذلك، اليوم بيعيش أجمل أيامه مع بلاطة، يعيش أجمل أيامه، أجمل أيامه، جديد جديد دار صندوقه، بالضبط بالضبط، وكأنك بتقول هيك، أي نعم، جديد دار صندوقه، صار له زمان بالملاعب، لكنه في الأيام الحالية كأنه بيلعب يعني موسم الأول، دلالة على وكأنما الشوق الكبير، نعم. محمد خليل للأمام، هلالية، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، والله حلوة والله حلوة، ولازم تكمل جول، لازم تكمل جول، جول هلالي، البصمة الهلالية، البصمة الهلالية بالتمريرات ثم بالفينش الجميل، بالختام الجميل عن طريق ابن المدرسة الهلالية اللاعب سامر زبيدي، كان لازم تكمل، نعم، جميلة 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 للغاية يا هلال، للغاية يا هلال، وسيمفونية هلالية بنكهة العاصمة الأبدية عن طريق الجندي ثم اللاعب سامر زبيدي، يا عين عليك، يا عيني يا عيني يا عيني، هاني إلى الجندي، الجندي العرضية، بالمقابل سامر من هناك، سامر من هناك، هلال عرضا جميلا، شوف شوف اللعبة، اللعبة الجميلة العرضية والتسديدة، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يعني هاي 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 اللي بنقولها انه بتتفيه 3 أهداف في الشوط الثاني حتى الآن. التعادل سلبي، التعادل سلبي، وركلة جزاء الآن للهلال. سألنا عن يا أدهم، بمعنى نحن جمهور بلاطة، حتى جمهور بلاطة مش معك، مش معقول تضرب الحكم يا أدهم، تضرب الحكم يا رجل، يعني لا هي مباراة لقب للمشاهد اللي بتابع هاي المباراة. طيب ركلة جزاء للهلال، 2-1 لبلاطة، قد يتصدى سعد ابو سليم حاليا، قد يسجل بميالي، راح نشوف بميالي والجول، التعادل 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 في مباراة كانت جميلة قبل اللقطة التي جرت وحدثت قبل لحظات من الآن، وبالتالي خلاص التعادل بين الهلال وبلاطة 2-2 قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، قبل نهاية الوقت الأصلي ب3 دقائق التعادل بهدفين لهدفين بين الهلال وبلاطة، لسه ضايل عنا دقائق، كل شيء ممكن يصير، مباراة بعرف انها مهمة لكل اللاعبين، بالنهاية مباراة كرة قدم، الفوز والخسارة